السلام عليكم حبيباتي في قناتكم قناة بسمتي للتفصيل والخياطة. معنا اليوم طريقة تفصيل، ندير لكم طريقة تفصيل قندورة البقينات. المهم نعطيكم هنا الفصالة، الفصالة ماشي الفصالة العادية اللي نفصلوها، لكن الفصالة اللي تجي غاتكو هنا نفصلها بهذه الطريقة تجينا هاي. المهم هاد الفصالة تجي روعة، تجي ما شاء الله. كنت نخدم بهم قنادر، عندي بها قنادر خادمه بها، ها هما يجيو القنادر تاعها يجيو شابين، الفصاله تاعها تجي شاب. ها هي شوفوا الفصاله كي تجي بهذه الطريقه، تجي هنا جنب هنا، تجينا في الدوره تاع اللي فوق الصدر، وهنا الدوره تاعنا تاع الصدر. ها هي عاود عطيتكم، كنت وريتكم عاود هذا الموديل، هاي يجي هنا هذا درته بجناح، هذه فصلتها العام اللي فات ماشي هاد العام. المهم هذه هي الطريقه، شوفوا هنا الفصاله اللي راني غادي نديرها لكم تجي غاتكو، تجي فصلتها بهذه الطريقه. هذه خدمتها بالجناح كمام المروحه، وهذه خدمت لها كمام عاديه، كمام هيجي بهذه الطريقه. هذه الفصاله شابه خفيفه وتجي للدار. نعطيكم الطريقه نتاع الفصاله، قلت لكم البدينات هنا راني مطراسيه، ها هي هنا طراسيت، راني دايره الباترو عاد، وراني غادي نفصل هنا في عندنا في فوق الدوره تاع الصدر. تبغيو ديروا بليبلي ديروا، راني غادي ندير بليبلي هنا، تجينا 10 سنتيم لي سمينه، لكن تبغيو تزيدوا لي بلي ديروا 14 سنتيم او 16 سنتيم. هنا راني غادي ندير 16 سنتيم، باغيه نديرها بليبلي. هنا باش تنزلوا هنايا تحسبوا، ها هي هنا تحسبوا شحال ننزلوا باش نديروا الدوره تاع الصدر. هنايا ننزل ب 25 سنتيم وندير الدوره تاع الصدر، يعني هنا ندير هنايا نحسب منا لهنا 30 سنتيم. هنايا حسبتها هذه خرجت لي 30 سنتيم، يعني كي ديروا الكتف هنا يكون عندكم تاع الكتف وتحسبوا شحال تنزلوا، وهنا تعينوا منا لهنا تجيكم 30 سنتيم. هذا الجنب، هذا الحرده نتاع الابط نتاع القندوره. وهنا تنزلوا المنطقة الخصر، راكم شايفين هنا باش ننزلوا المنطقة تاع الخصر باش نديروا الإيفازي. هنا عندي نزلت 12 سنتيم، عفوا 12 سنتيم، ودرت الإيفازي ها هي، ونزلت قندورة عادي. والكمام نفس الكمام، ندير لكم هنا الفصالة باش تفهموا الطريقة. هذه هي الطريقة نتاع الفصالة. وهنا عندنا في الأمام ننزلوا، عندنا هنايا في الأمام ننزلوا ب 8 سنتيم، 8 سنتيم الأمام على الخلف. الامام عندها فصاله وحدها، والخلف عندها فصاله وحدها. المهم زيدوا تبعوا معايا في القماش باش تفهموا الطريقه. هنا نبداو في الطريقه نتاع الفصاله، بسم الله. هنا قلت لكم ديروا 10 سنتيم، لكن انا اللي غادي نزيد ندير 16 سنتيم، ندير لي بلي ها هي هنا 16 سنتيم. وباش ننزل باش ندير الدوره نتاع الصدر ننزل ب 25 سنتيم، الوحده بادينه تكون سمينه، ندير نقطه، نجي هنا وندير نقطة. من ديروا هذيك النقطة نجيو هنا فين درنا النقطة الأولى، نجيو ونحسبوا بهذه الطريقة. شوفوا منا لهنا عندنا درت شحال، درت هنا درت 30 سنتيم، وتطراسيو بهذه الطريقة. ها هي 30 سنتيم، ونحسبوا الدورة نتاع الخصر. هنا الدورة هي السيدة اللي نخدمو لها عندها الدورة نتاع الخصر، دورة الصدر، دورة الكتف، دورة الخصر، متر وستة وعشرين سنتيم، متر وستة وعشرين سنتيم، نقسموها على ربع، يعني ندير أنا ندير متر وثلاثين، هنا متر وثلاثين ونقسم على ربع، هاهي باش يخرج لي العرض نتاع الدورة نتاع الخصر. وتزيدوا تنزلوا لدورة الحوض. نبداو في الفصالة، بسم الله. ونخليو هنا شوفوا باش نقلعو الطول تاع القندور، هذا الطول ونسقدو الطول اللي عندنا. ها هي
هي مساله نتاع القندور. المهم نتوما تعرفوا كيش تسقدوا الطول اللي عندكم. هي كملت، وهنا واش عندي نفصل الامام على الخلف. تبعوا معايا مليح، نفصل الامام على الخلف. باش الامام يجينا نازل على الخلف. فصلت الامام والخلف، هنا عندنا بربع صباع. شوف هنايا عندنا ربع صباع يعني 8 سنتيم، وهنا زوج صباع يعني 4 سنتيم. هاي بهذه الطريقه ونجيو هنا، هذا الامام، ونوليو نجيو بهذه الطريقه وما تخرجوش حتى لتحت غير هنا وتحبسوا. هاي كملت، هذه هي الطريقه نتاع هذا الفصال. المهم هنا تعرفوا كيش تخرجوا. ها هو هذا الخلف، هنا عندنا الخلف وهذا الامام. ها شوفوا كيش يخرج. هذا الامام وهذا الخلف. هنا نجيبوا الحرده نتاع الابيت اللي درناه، ونجيبو على حساب الحرده نتاع الابيض نتاع القندوره اللي درناه. هاي شوف تبعوا مليح، هنا نديرو الطريقه نتاع البصله نتاع الكم. وهنا قلت لكم نديرو على حساب الحرده نتاع الابيض، نوصل هنا. هنا قلت لكم حرده الابيض وحرده الكم، هذا نتاع الكم الدوره تاع الكم لازم تجي على حساب. هنا هاي شوفوا الدوره نتاع الدرعان، الدوره تاع الدرعان 40 سنتيم. هنا نزيد نقص على حساب، هنا نجي نقصص نخرج هنا. هي هذه هي الطريقه نتاع الفصال، نجيو بهذه الطريقه. شوف لازم يجيكم على حساب الدوره نتاع الابيض. شحال جاني في الطول نتاع الكم؟ الطول نتاع الكم درت فيه 32 سنتيم، وهنا الدوره نتاع الدرعان على زوج درت، يعني قلت لكم زيدت درت ربع، درت 24 سنتيم، يعني كي يكون درت 24 سنتيم، وهنا عندنا 30 سنتيم في الدوره نتاع الابيض. وهنا الكتف شحال عندنا؟ عندنا 16 سنتيم. وهنا نفصلوا الامام على الخلف، هنا نديروا الامام ونديروا الخلف. شوف هنا ديروا الوجه مع الوجه. هنا الطريقه نتاع الكمام، نديروا الوجه على الوجه. هاي درت الوجه جهه تاع الوجه على الوجه، دخلت بزوج صباع يعني 4 سنتيم، ونخرج هنا. هاي تخرجوا هالطريقه. باش يجيكم الخلف باين والامام باين. شوف كمام وحده تخرج لكم مفتوحه وحده مغلوقه، لكن توليو تلاقيهم هنا. بسم الله، هذه الجهه تاع الخلف ماشي تاع الامام. هنا هاي نخرج هنا الجهه نتاع الخلف. شوفوا كيش تخرج لنا الجهه تاع الخلف، تخرج لنا بهذه الطريقه. هاي هذه هي الجهه نتاع الخلف. لاي هنا لازم تعلموا كي تجيو تخيطوا تعلموا الجهه نتاع الخلف والجهه نتاع الامام، باش ما يتلفلكمش. نديروا الطريقه نتاع الخياطه. درت لكم خطوات من الخياطه. هاي زدت قطعه نتاع القماش، زدت بالجهه العلويه نتاع القندوره، زدت في الجهه نتاع الامام، وزدت في الجهه نتاع الخلف، هنا زدت في الكمام حتى في الكمام. قلعت
قلعت على حساب اللي زدت 8 سنتيم، فيها كل قطعه فيها 8 سنتيم، يعني مطويه على زوج 4 سنتيم. قلعت من كي قلعت باش زدت قلعت 4 سنتيم، كل جهه قلعت 4 سنتيم، وهنا هذه فيها 8 سنتيم راها مطويه على زوج. هاي تجي بهذه الطريقه هنا، وهنا درت سيرفيلاج، درت والكم اللي كنت قصيته لقيتهم، قصيتهم في زوج ولقيتهم في زوج باش يجيو كيف كيف. وهادو جيوب نتاع القندوره، ها هي هادو جيوب، عاود زدت لهم القطعه نتاع القماش. هنا شحال درت فيهم جيوب، شحال درت فيهم عرض، وشحال درت فيهم طول. العرض فيهم 8 سنتيم قريب 9 سنتيم، والطول 23 سنتيم. مع هاد القطعه تحسبوها، قلت لكم قطعه فيها 8، فيها 8 سنتيم مطويه على زوج، فيها 4 سنتيم. زدت في كل، قلت لكم في كل قطعه الامام والخلف، وديروا بليات هنايا، ديروا بليات. وليت اللي بقى لي بليات، هبطت الوسط وبليت. وهنا واش ندير؟ عندي هنا خياطه، ها هي هنا، هذه الجهه تاع الامام، هذه ماشي الجهه تاع الخلف، الجهه تاع الامام. شفتوا كي درت لكم، راني درت لكم كيش هنا، هذه الجهه تاع الخلف، هنا نديروها في الخلف، هذا يجينا في الامام. ها هو، ونخيط. ها شوف يخرج قد اللي قصيناه، قد الامام، قد الدوره نتاع الابيض، الدوره نتاع الاكمام، والدوره نتاع الابيض. وندير خياطه، ندير خياطه في الامام، وندير ها هي. شوف جينا القندوره بهذه الطريقه، الخياطه نتاع القندوره ها هي. لقيت الكمام، ها هما الكمام، شوف هنا تلاقيوهم بهذه الطريقه، ها هي هنا، ها هي الطريقه باش تلاقيو لكم. كي تجيو هنا لازم تدخلوا جنب هنايا، دخلت بزوج صباع خيطت هنا، وتخرجوا وتخرجوا لهنا باش تجيكم هنايا، باش تجيكم مخيطه. هاي شوفوا الخياطه كي تجي، تجي بهذه الطريقه هنا، من ربعه نتاع الجهات، من الامام ومن الخلف. هاي لقيت الكمام، لقيتهم في زوج، درت الامام ودرت الخلف. تعلموا، قلت لكم كيما درت لكم الطريقه، تعلموا الكمام، تعلموا الامام، وتعلموا هاي القندوره نتاعنا تجينا هنايا، تجي بهذه الطريقه. الامام يجي الخلف يجي طالع، والامام يجي نازل. النتيجه النهائيه نتاع القندوره كملتها، القندوره جات شابه. شوف ستيل شباب، الفصاله هذه غاتكو تجينا، شوفوا تجي بهذه الطريقه، ما تجيش كيما هادو نخدمو منهم بزاف، يجيو بنادر نتاع الدار خفاف، ويجيو شابين. الطريقه نتاعها جات روعه. هنا درت لها، قلت لكم الجيب، ها هو شوفوا الجيب، درت لها الزوج تاع الجيوب. هاد القنادر عاود راهم ينباعوا في المحلات، راهم كاينين في المحلات، لكن تخدموهم وحدكم احسن. لا طاي 3 اكس ال، هاي 3 اكس ال، قريب تجي ل 4 اكس ال. هذه هي النتيجه النهائيه، وهذه هي القندوره. هنا هاد القطع قلت لكم تزيدوه، شحال فيهم عطيتكم؟ شحال فيهم؟ فيهم 8 سنتيم، تطويهم على زوج 4 سنتيم. زدت في الكمام، زدت في الجوانب، ها هما شوفوا الكم، عاود ديروا على حساب العرض نتاع الدرعان. هذه هي النتيجه النهائيه، وان شاء الله تعجبكم وتجيكم الطريقه مفهومه. درتها للبدينه، تخدموا قنادر بهذه الطريقه، يجيوكم شابين، يجيو خفاف للدار. ومع السلامه، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.